صاحب الجلالة يخاطبكم. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية. أعالي جدوا رابطة الصحراويين المغاربة بأوروبا للتنمية والتضامن، نعيش اليوم ذكرى عزيزة على المغاربة، ذكرى غالية وذكرى تاريخية، هي استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة في المسيرة الخضراء. الملك والشعب قلب رجل واحد، قلب رجل واحد ثابت الخطى ثابت العزم. جلالة الملك من خلال خطابه يجسد تلك العلاقة المتينة التي تربط المغاربة قاطبة أينما حلوا عبر العالم في إطار قضيتهم العادلة، وهي قضية الصحراء المغربية وتوابت المملكة بأكملها. كذلك في خطابه حتى على مد الجسور وتقوية العلاقات مع دول الساحل الأطلسي حيث توجد الصحراء، قائلا يجب على المغرب أن يمد أشقاءه الأفارقة عبر الأطلسي بكل ما من شأنه تنمية اقتصادهم ومجتمعاتهم، وكذلك حتى جلالته على المزيد من النضال لقضايانا العادلة عبر العالم، وكذلك من خلال قسم المسيرة الخالد الذي لقناه لأسرنا ولعترتنا في سرنا وعلانيتنا، وسيبقى هذا القسم خالدا في لكل المغاربة. وشكرا. نعيمة مغير رئيسة الجمعية الدولية السفيرة من الديار الفرنسية، نحن فخورون أنا والإخوة الذين جاءوا معي وأخوات أخريات لنشارك معكم في هذا اليوم الكبير والغالي عندنا جميعا، ألا وهو عيد المسيرة الخضراء، وفي نفس الوقت للترحم على أبي المسيرة الخضراء، الأب الروحي للمسيرة الخضراء، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته. وهذا الحضور لنا معكم يدخل في برنامج الذي نحن نخلده كل سنة، والذي هو تحت عنوان مسيرة التاريخ والذاكرة، فرنسا المغرب أوروبا أفريقيا، تاريخ مشترك ذاكرة مشتركة دم مختلط. إذن بعد هذا اليوم الكبير والذي استمعنا فيه جميعا الخطاب القيم لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، سنقوم يوم الأربعاء إن شاء الله، ومرحبا بكم جميعا الساعة 11:30 بزيارة رسمية لضريح محمد الخامس لترحم على ملوكنا رحمهم الله، وبعد الظهر على الساعة 3 بعد الظهر مرحبا بكم جميعا إلى المحاضرة التي سنقوم بها بشراكة مع كليتنا الكبيرة
والتاريخية التي هي كلية الحقوق بأجدال، والتي تخرجنا منها، تخرج منها شرفاؤنا وتخرج منها مغاربة أحرار. ومرحبا بكم جميعا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.